ديال دينامو كذا في الدور ديالهم كيخجل على ثغره وكتبقى قويه اللاعب سامي حمداني. كنعرفوا سامي حمداني تميز بقدرات قويه، ولكن الحارس الشاب محمد شيريو بالمرصاد حتى نخبروا بها متتبعي الكرام ديال قناه الفرق المغربيه والفرق. وكانت محاوله من الجن زكريا كويسي، ولكن الكره كتصطدم بالعارضه الافقيه الحارس رضا الخياري وكتسجل الكره عن ايوب المندوري. كان بين زكريا والحمداني كيتشكل لنا الحمداني الصحويه عزيز الغال، ولكن بطريقه حراس الكبار حراس كره اليد كيتمكن منها رضا الخياري كيخرجها للزاويه، الزاويه كتنفذ بسرعه مره اخرى عند زكريا كيقذف بقوه. انا قلت هذا اللاعب هذا متميز وقذفات قويه، ما هو كان قريب من الحارس شيريدو، شيريدو ما اصطدم هذه الكره والو، الكره كانت امام وشوف من بعد وكانت قذفه مباغته مع انس طيبي، ولكن الحارس الدولي رضا خياري كيخلي الكره للجوله حملات مسلسله كيخدموا اللاعبين. هذا المنظور يحضر الكره كيستغلوا بكل نجاح لاعب الوندوري وكان لاعب واحد إذن أشرف هدفة قوية ومركزة، ولكن كان أمامه حارس متمكن حارس الدولي رضا الخياري اللي كيخرج الكرة إلى الدولي. الوندوري كيحافظ على أنس الهدف الثالث، تمريرات سريعة بين اللاعبين ديال دينامو القنيطرة. أنس بقالي كيمرر الكرة فوق طبق من ذهب للزميل ديالو سامي يزال، سامي يزال ما كان بقى عليه إلا ساعة. كان فاز على فريق شباب غريب دار 3-1. كرة طويلة عند اللاعب هدير، ولكن سامي يزال ما كيوصلهاش مزيان، كانت الكرة فوغال كيحذف ولكن حارس. هذا هو الوقت اللي كنعرفوا فيه بالضبط الوقت ديال اللقاء، اذا نهايه المقابله بفوز وتاهل فريق دينامو القنيطره امام اسود خبازات 3 ديال الاهداف للصفر.